اول اشي البطاطا، عندي بطاطا حلوه شويتها بقشرها شوي مش سلق، وبعدين قشرناها وبعدين نهرسها بالشوكه هيك بهاي الطريقه، يعني بتصير عندنا هذا القوام تبعها. رح نضيف البطاطا الحلوه للبطاطا، نضيف الزبده المذابه ورح نضيف القرفة يعني عليك يا شيف. تمام، وهلأ هدول منحركهم مع بعض. طبعا هلأ بهاي المرحلة كمان رح أضيف السكر. السكر أنا كاتبة معلقتين طعام، بس ممكن إنه تزيدها، هي بتطلع قليلة السكر هاي المخبوزات. تمام، فاللي بيحب يضيف السكر زيادة ممكن يضيف. الحلاوة معظمها ماخدينها من حلاوة البطاطا الحلوة ومن حلاوة الزبيب اللي حاطينه، ونتفة سكر. هلأ هدول منخلطهم منيح مع بعض. رح أضيف الطحين. بس تخلصي في سؤال يا شيف. تمام، ورح أضيف البيكنج باودر، وكمان طبعا بدنا نضيف هدول، بس نخلط هدول مع بعض منيح. بدنا نعجنهم مع بعض. هلا رح اضيف لهم الزبيب، ورح اضيف لهم جوز او بيكان مقطع او مهروس. اوكي، رح اخذ هاي العجينه هلا على يعني لوح العجن او على الطاوله. تمام، رح نضيف شويه طحين، ورح اجيب هاي العجينه نحطها عليه. نعمل العجينه بهاي الطريقه. رح احط شويه زيت، بالصحن بس عشان يعني احط على السكينه واحنا بنقسمها. هلا رح اقطع العجينه بهاي الطريقه. هاي كل دائرة من أو كل قطعة بدنا شوي نعملها هيك، نسويها ونظبط شكلها ونحطها في صينية الخبز. هلأ بدنا نرش عليهم هدول رشة سكر بني، بس ندخلهم نخبزهم 10 دقايق أو يعني بالكتير ربع ساعة، درجة حرارة زي ما حكينا 180 درجة تقريبا. وهيك يعني هلا ممكن بعد ما يطلعوا من الفرن رش عليهم رشة عسل. الله الله، حبتين بطاطا حلوة وسط مشوية، كوب طحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة كبش قرنفل هذا اختياري، ملعقتين طعام زبدة مذابة، ملعقتين طعام سكر بني، زبيب وجوز او بيك يعني جوز او بيكان وعسل.